نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية النصر التابعة لمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، حيث تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. التثقيف الصحي من الخدمات المهمة اللي بتقدمها القوافل الطبية للمواطنين، ودايما بنتكلم عن المواضيع اللي بتهم المواطن وبتمس حياته اليومية. مشكلة زي مشكلة مثلا مرض شلل الأطفال، بفضل الله مصر خالية من شلل الأطفال من 2006. احنا النهاردة بنتكلم عن حملة تطعيم شلل الأطفال، في حملة في 11/12 إن شاء الله لمدة 4 أيام، بنتكلم مع المرضى المترددين عن أهمية تطعيم مرض شلل الأطفال، تطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات. القافلة العلاجية بتقدم خدمة العيادات التخصصية، عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل وعندنا الأشعة العادية والأشعة الصنار، وعندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة. القافلة بتستمر لمدة 3 أيام، أول يوم منهم بيبقى إعداد، واليومين التانيين بيقدم فيهم الخدمة، وبتتميز بمجانيتها تماما. احنا مسؤولين ان احنا بندخل تذكرة المواطن بعد ما يتم الانتهاء عليه من الكشف، وان هو يكون صرف العلاج، ولو كان مكتوب له تحاليل ان هو طلعت النتيجة بتاعته، ولو كان في اشعة برضو خلاص طلعت له اخدها. احنا بنقوم ان احنا بندخل كل الداتا اللي موجودة في تذكرة المريض، ابتداء من رقم التذكرة واسم المريض والعلامات الحيوية، وبندخل التشخيص اللي الدكتور كاتبه له، وبندخله لو كان عمل تحاليل، ولو كان اتعمل له برضو أشعة،